أطلق كل من البروفيسور طه مرغوب وبالقاسم حبة جزائريان مقيمان بالولايات المتحدة مبادرة من أجل اقتناء العتاد الطبي لصالح معهد باستر بالجزائر، حيث يتم التنسيق مع القنصلية العامة للجزائر حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية لشراء أجهزة للكشف عن الفيروس بقيمة 30,000 دولار، كما سيتم اقتناء متطلبات أخرى طبقا للحاجيات معبر عنها مع الأخذ في الحسبان توفر الأجهزة. للتذكير فقط، فإن البروفيسور طه مرغوب هو أستاذ باحث في قسم المناعة في كلية الطب في سلوان في مركز السرطان في نيويورك، كما أنه رئيس الجمعية الجزائرية الأمريكية للباحثين في مجال العلوم. أما بالقاسم حبة فهو باحث في مجال التكنولوجيات المبتكرة وحائز على أكثر من 1400 براءة اختراع، كما يصنف ضمن المبتكرين 100 الأوائل في الولايات المتحدة الأمريكية. بادرت مصالح الحماية المدنية بولاية تمنراست إلى تنظيم عملية التبرع بالدم على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية وبالتوازي بالوحدة الثانوية بعين صالح بمشاركة مختلف مستخدمي القطاع وسط ظروف تنظيمية محكمة، أين أكد النقيب قندوز هاشمي المكلف بالوقاية أن العملية تأتي طبقا لتعليمات المديرية العامة للحماية المدنية وتحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية بهدف إثراء بنك الدم عبر مستشفيات الوطن، وما هي إلا عملية تضامنية لإبراز وترسيخ روح التضامن بين أفراد المجتمع في ظل جائحة وباء كوفيد-19. ومن جهة أخرى، العمليات لقيت استحسان من قبل أعوان الحماية المدنية لما لها من أهمية في إنقاذ روح المواطنين. أكد سفير جمهورية الصين الشعبية أن بلاده أحرزت تقدما فيما يخص تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا، وذلك بالمقارنة مع العديد من الدول التي تجري تجارب للتوصل إلى اللقاح. وأوضح السفير خلال حوار له أن الجانب الصيني يولي اهتماما بالغا بالعمل البحثي في مكافحة الوباء، وتتقدم عملية البحث الصينية لتصنيع اللقاح في العالم. وأكد أن بلاده أحرزت تطورا إيجابيا في هذا المجال، حيث دخلت 3 أنواع من اللقاحات الصينية المرحلة الأولى أو الثانية من التجارب السريرية. وأضاف: نأمل بفضل جهود العلماء الدؤوبة تصنيع اللقاح في مستقبل قريب. طالب وزير التجارة رزيق من المتعاملين الاقتصاديين بإلزامية تكثف الجهود خلال هذه الجائحة من خلال تخفيض سعر مادة السكر. وأفاد بيان لوزارة التجارة أن الوزير دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى تخفيض سعر مادة السكر بمناسبة شهر رمضان الكريم، خاصة في هذا الظرف الصحي الحالي الذي تعيشه البلاد. وقد أبدى المتعاملون الاقتصاديون موافقتهم المبدئية على هذا الطلب، وجاء هذا خلال ترأس وزير التجارة أمس الاثنين بمقر الوزارة اجتماعا للمتعاملين الاقتصاديين لشعبة مصنع مادة السكر على المستوى الوطني. وأضاف البيان أن اللقاء يأتي بعد الاجتماع الذي جمع الوزير مع منتجي ومصنعي شعبة العصائر، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الوزير مع جميع الشعب والشركاء والمهنيين. وأكد الوزير على إمكانية رفع وتطوير نسبة الإدماج محليا للمواد الأولية المستعملة في عمليات تصنيع وتحويل مادة السكر، وذلك لخفض نسبة الواردات للمواد الأولية. كما شدد رزيق على إلزامية خلق استثمارات محلية من شأنها تخفيف عبء الواردات وخلق مناصب شغل. وأبرز الوزير أن الجزائر الجديدة اليوم ستقدم الدعم الكامل للاستثمارات الجادة والتي من شأنها تحريك عجلة التنمية خاصة في مناطق الظل، مضيفا أن الوزارة مستعدة لتقديم كل التسهيلات والمرافقة. وقع مجمع الحديد والصلب إيميتال برئاسة طارق بوسلامة عبر فرعه شركة الريم مذكرة التعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المعرفة والحاضنات لإنشاء مستشفى نموذجي قصد تطوير وحدات العلاج والإنعاش لمجابهة الضغط التي تشهده المستشفيات والتصدي لفيروس كورونا. المشروع ينجز تحت إشراف وزارة المؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، حيث تم الإعلان عن توقيع مذكرة التعاون في 14 أفريل 2020، وذلك بحضور ياسين جريدان وزير المؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة واقتصاد المعرفة، ونسيم ضيافات وزير منتدب مكلف بالحاضنات، وطارق بوسلامة رئيس المدير العام لمجمع إيميتال، ومختار طايان رئيس المدير العام لشركة الريم.
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد الاثنين أن الجزائر ستشرع خلال 3 أيام قادمة في إنتاج وسائل الكشف عن كورونا محليا. ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية أوضح وزير الصحة أن عدد وفيات وباء كورونا ارتفع بسبب احتساب كل الأشخاص الذين توفوا بهذا المرض حتى ولو لم يتم استقبالهم في المستشفيات لتلقي العلاج. وأضاف بأن كل الذين توفوا بالوباء نسجلهم وإن لم يتواجدوا بالمستشفيات، مشيرا إلى أن معظم الوفيات عند كبار السن راجعة بدرجة الأولى إلى الأمراض المزمنة كالقلب وغيرها. وذكر الوزير أن عدد المصابين تم اكتشاف إصابتهم بكورونا عن طريق الأشعة وليس من خلال إجراء الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن معهد باصر هو الوحيد المخول له القيام بتحاليل تشخيص كورونا. وقال إن 18 شخصا توفوا من قطاع الصحة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن 200 شخص من القطاع الطبي تحاليلهم إيجابية. وأشار الوزير إلى أن الكثير من الأطباء طالبوا بعطل خلال أزمة كورونا، مؤكدا أن بعض المصالح ليست معنية بمحاربة كورونا. من جهة أخرى أكد وزير الصحة أن منحة الخطر التي أقرها رئيس الجمهورية للسلك الطبي ستوجه لمستحقيها فقط. أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي أن حماية الأبدان إلزامية قبل حماية الأديان، مؤكدا على أن ليس هناك ما يمنع الصيام في شهر رمضان هذه السنة الذي يتزامن مع تفشي وباء كورونا. وأضاف بالمهدي أن هناك شائعات تقول أن جفاف الحلق خلال الصيام يكون صاحبها أكثر قابلية للإصابة بكورونا، وهو ما فنده الوزير مضيفا أنه أشرف على لقاء للجنة الفتوى مع حضور الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا الذي أكد زيف مثل هذه الشائعات، وأن ليس هناك علاقة بين الصيام وانتشار هذا الوباء، وأن الصيام لا يحدث جفافا في الحلق أو الفم أو يتسبب في انتشار العدوى. وبخصوص صلاة التراويح التي لن تقام بالمساجد ولا سيما في الأيام الأولى من شهر رمضان، ألمح الوزير إلى القيام بها في البيوت قائلا إن شريعة التراويح تعد من الشعائر التي يمارسها الجزائريون بكثرة خلال شهر رمضان، وهذا الشيء يفرح ويدل على تعلق الجزائريين بدينهم الحنيف، وحيث أنه قد تم تعليق صلاة الجمعة التي تعتبر فرضا بسبب الوباء، والعمرة أيضا علقت، وصلاة الجماعة سنة مؤكدة لكنها علقت، وبالتالي فما هو ميزان صلاة التراويح؟ وذلك بالمقارنة بصلاة الجمعة وباقي الشعائر التي علق أداؤها جماعة وفي المساجد. وأبرز الوزير أن كل الشعائر الدينية والفرائض والسنن المؤكدة قد تم تعليقها بسبب جائحة كورونا. أصدر والي ولاية سعيدة أمس بيانا ينفي فيه إصداره تعليمات تمنع الجمعيات والأفراد القيام بالعمل الخيري، وتوعد مروجي هذه الأخبار الكاذبة عبر الفيسبوك بالمتابعة القضائية. وأوضح الوالي في محتوى البيان أن مثل هذه المبادرات نثمنها خاصة في الظرف الراهن، وهي عنصر هام في المخطط الوطني للقضاء على جائحة كورونا، دليل على التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد الشعب الجزائري. وقال إن الهبة التضامنية التي عرفتها ولاية سعيدة مؤخرا بمساهمة السلطات المحلية المحسنين وجمعية المجتمع المدني دليل قاطع على مسعى الجهاز التنفيذي في تثمين هذه المبادرات، والتي أثمرت بتوزيع مساعدات غذائية ذات الاستهلاك الواسع لفائدة العائلات المعوزة والمحتاجة، لا سيما سكان مناطق الظل عبر إقليم ولاية سعيدة. ومن هذا المنطلق يضيف الوالي تم ضبط النشاط التضامني عبر الولاية من خلال قناة رسمية وهي مديرية النشاط والتضامن الاجتماعي، والتي أبانت على جهد كبير من قبل عناصرها مرفوقة بكل الجمعيات الهادفة للعمل الخيري تطوعي تفاديا لتحويل العمل الإنساني على فحواه وإطاره القانوني. وشجب الوالي هذه المنشورات التي ستكون محل تحقيق ومتابعة قضائية، والتي تهدف إلى الفوضى وزرع البلبلة والتشكيك وتغليظ المواطن السعيدي. أكدت مؤسسة بريد الجزائر إعادة تكييف مواقية عمل مكاتب البريد بصفة استثنائية خلال الأسبوع الجاري، وتحسبا لفترة صب معاشات المتقاعدين وتزامنها مع حلول شهر رمضان المعظم. وأشار بيان لبريد الجزائر أنه في الولايات التي يمتد فيها الحجر الصحي من الساعة 3 مساء إلى 7 صباحا من اليوم الموالي، سيكون توقيت العمل من السبت إلى الخميس من 8 صباحا إلى 2 مساء، وفي الولايات التي يمتد فيها الحجر الصحي من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحا من اليوم الموالي سيكون العمل من 8 صباحا إلى 4 مساء. أما بالنسبة لمواقية عمل مكاتب بريد في ولاية البليدة فتبقى خاضعة لقوانين اللجنة الولائية المختصة. وطمأنت مؤسسة بريد الجزائر كافة زبائنها الكرام بضمان استمرارية خدماتها مع توفير السيولة الكافية.
you